ابعد عن التفرغ، سبت الشركه ورحت يعني ابو تيج. الرب استخدمني في ابو تيج 9 سنين، وبعدين ربنا استخدمني في طما 7 سنين. كان في تعب كتير بيجي لي في القلب، بعد شويه يعني وانا في طما كان تعب زاد، والدراع ده كاني ماشي فيه نفس الحكايه، ان موس ماشي كده. وبعدها يعني رحت للدكتور، كان قال ان دي ذبحه. واستمريت يمكن 2 سنين، كان في سيوله عاليه في الدم، فالدكتور قال اني يعني مش هقدر اعمل عمليه. لكن بعدها اكتشفت ان عندي فيروس سي، قعدت بتاع 15 سنه بتعالج من فيروس سي، وكنت مستني الرب. الرب ليه طرق في العلاج، ويعرف يشفي بلمسه بكلمه. لما جه الفيروس القلب شفي تمام، ما بقاش في مشكله في القلب بعد السيوله ما زادت بسبب فيروس سي. لكن كان عندي إيمان، وكنت بردد يعني بجلداتي شفيتهم، وكان عندي ثقة أن الرب هيجي الوقت اللي يشيل كل التعب. لكن الرب شفاني تماما من الفيروس ومن القلب، وعندي ثقة أن الرب عظيم. كان في آية زي قدام عيني بصفة مستمرة: الرب السيد قوتي وهو يجعل قدمي كالأيائل ومشين على مرتفعات. مهما عليت قدام الظروف الصعبة، مهما كان في مرض في تعب، كان عندي يقين أن الرب إله أمانة، والرب يعديني فوق كل الظروف. يعني كان في ضغوط في الوقت ده، الرب سدد كل احتياج فيها، كان أمين جدا في تسديده وبكرم. وفي أوقات أنا مكنش حتى قادر أتحرك ومش قادر أعمل أي مجهود، لكن الرب كان إله أمانة، شددني وشجعني وسندني. إخواتي المؤمنين اللي كانوا حواليا اللي كنت بشوف فيهم الرب، واحد يعني يجري يشيلني على كتفه، والتاني مش إخواتي في الجسد لكن هم إخواتي في الرب، فكان ده بيتعب معايا من ناحية وده من ناحية، وكل واحد بكل حب. فشفت فيهم الرب، الرب كان بيلمع محبته في إخواتي، وده فرق معايا. هو إله أمانة لجور فيه. يعني في حد من الخدام سألني: هو أنت يعني عملت عمليات وعندك يعني عديت فيروس، ومراتك كمان كانت تعبانة، فيعني ليه كل ده؟ أنت هل أنت بتشكر؟ هل أنت صعبان عليك من الرب؟ قلت له: الرب هو أكيد يعني كما علت السماء على الأرض بتعلم أفكار عن أفكارنا، والرب يعرف حتى في وسط المرض بيستثمرنا ويستغلنا بطريقة أجمل. ومرات أشوف إيد الرب في الوقت، يعني كنا نعرف إزاي أن الرب الشافي إلا لما كنا الواحد وسط المرض؟ هعرف يعني الرب الراعي إزاي إلا وقت الاحتياج؟ فأنا شفت إيد الرب في الشفاء. كان في أوقات الواحد كان بيبكي بالدموع من كتر الألم بتاع الوجع بتاع الحاجات اللي تعباني، لكن جاء الوقت ان رب حقيقي لمسني من كل مرض ومن كل تعب، شفاني شفاء كامل. يعني الرب علمني كتير فيهم، علمني اشكر، علمني ازاي اصبر، علمني ازاي ان رب يعرف يباركني من خلال يعني بطرق مختلفه، ويعرف يستثمرني حتى لو في وسط الموت. يعني بقول كده: الرب السيد قوتي، وبيخلي يعني إمكانياتنا فوق طاقتنا الطبيعية. فرق معايا إن أنا لما بزور حد بيفرق كتير جدا معايا، إن أنا في توقيت للزيارات. يعني دايما الناس بتزور مثلا المريض بعد ما ترجع من الشغل، الناس بتروح له على بعد 5 6، المريض بيبقى من بالليل لغاية الساعة 4 5 محدش بيقول له زيك. فلقيت إن أحسن وقت للزيارات لا، الصبحية دي وقت رائع للمرضى. ده هو بيبقى مستني حد يسنده، حد يشجعه، حد يقول له كلمة، وتبقى فرص إن أنا أقدم المسيح للناس اللي معرفتوش في وسط المرض بتاعهم، وهم يعني حاسين بإني في وقت الألم كمان بقدم له المسيح اللي يسند واللي يشجع واللي يعضد، وإن هو كأب يعرف يطلعك من الأزمة دي مهما كان الوجع بتاعه ومهما كان المرض. وأنا كمان عديت زيك. المسيح لكل المجد يعني اجتاز مجرب، عشان كده بيعيننا. فالرب سمح ان انا اجتاز يعني في اتعاب وامراض وعمليات، في كل مره اقدر اشجع حد بطريقه مختلفه. الرب بيبقى ليه خطه بيشكلني،
يعني سامح لأيوب، يقول إذا جربني أخرج كالذهب فبيلمعنا أفضل. والبرية بتقول ما احنا فيها أتعاب، فيها مشاكل، سواء خاطئ أو لا مؤمن فيه بيعدي، بس أنا بيفرق معايا أن أنا لما بشكر أنا بتكافئ، يعني في مكافأة، يعني طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. رسول يعقوب بيقول كده، لأنه إذا تزكى إذا نجح ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه.